تحياتنا لكل الأصدقاء والمتابعين، نحييكم من قاعة مونستر جيم. وبدأ العد التصاعدي متنازلي لدفع الأوزان الثقيلة، وآخر وزن عام 2021 كان 180 كيلو، راح تحول على العراق فئة الماستر بالقوة البدنية بنجبريس. إن شاء الله هاي السنة نوصل لل 200 كيلو حر إن شاء الله. صار لنا 12 شهر راجعين للتمرين. خطوة الاثنين دفع وخطوة الأوزان ما تقدر تصعدها رأسا تدريجيا. ست سبع ثمانية تسعة عشرة إيزومترك من قاعة مونستر جيم اكو شد اقطع صلوحي.